أهلا وسهلا بمرت أخي والله. أهلين ست أصلي. شكرا إلكن. طلعي لفوق ونامي. شو صار بلشنا يعني؟ لا تحكي كتير دكتورة. عن جد بلشنا. رح تضلي تحكي معي؟ لا، لأنه أنا اشتقت لها لأسطورة. والله صار مثل ما قلت. لابقين لبعض. اي خلي الحكي بيناتنا ولا تخبر السيد فرهاد، هو كمان بيحبها كتير وإلا ما كان اتفق معه. هيك رأيي. أقعد قل له شي. ها خلي الحكي بيناتنا. ما في شي لحتى أقوله. قلت شي؟ لا لا ما قلت شي. بصراحة حابة أسألك سؤال بس متردد شوي. اسألي. الكل هون بينادي لك الأخرس، شو اسمك الحقيقي؟ أنت أول حدا بيسألني على اسمي. إذا تضايقت. لا رمضان. رمضان. صار الجو بارد شوي، أنا رح أدخل لجوا. أسطورة أنا اشتقت لك كتير. قولي لي أنت ما اشتقتي لي، يلا اعترفي لشوف اشتقتي لي. لا تطلعي من الغرفة. أنا بطلع إمتى ما بدي. عم قلك ما تطلع يا دكتورة مشان ما تدخلي حالك بمشاكل، ماشي؟ أنا ما ناديت لك، جيت لحالك. نامي، أنت مرضاني. معك حق، بتخلي الواحد يمرض. مرضاي كتار، صحك هيك. إليلي، كيف بتقدري تتحملي هذا الوحش؟ كيف بتقدري تتحملي؟ عن جد قلي لي كيف؟ أصلي؟ جلسوم؟ استني شوي. لكان شو هالقصة اللي سمعتها مو صح؟ لا تسألي، غالباً أنا تعودت على هيك شي، حدا يخطفني وأخوك يخلصني هيك شي. أنتي صايرة عم تشبهي أخي كتير. لكان هو ليش قال إنه أنتم فصلتوا من هالحكي؟ يعني كان في هيك شي، وبعدين كل شي تغير ورجعت. على كل حال كمان صار كتير شغلات بغيابك هاد. شو صار؟ خالي نامك رح يتزوج من إيديل. أوه إن شاء الله خير. مو معقول، بحلف لك إذا غمضت عيني بلاقي حالي عم بحكي مع أخي. عاكل حال كتير فرحت بخبر رجعتك عن جد. وأنا شو عملتي بقصة الولد جلسوم؟ أنا وعبده نحن الاثنين عم ننتبه عليه وبس. ما بيعرف ما هيك؟ رح يضل هالشي سر بيناتنا ماشي لحتى نموت. لا ما بيعرف. عم يأمن فيه عندي وبس، وكمان شف له مرضعة عم نروح لعنده سوا. أصلاً عبده بيضل واقف برا وبيضل يقلي إنه هاي المرة منيحة وما بتحكي شي أبداً، بس هيك. فهمت. على كل حال المهم تضلي مع ابنك بالأخير، هذا المهم هلأ صح؟ ايه مزبوط معك حق. أنا بدي انزل على السوق، جبنا شوية أغراض أنا وعبده، بس الولد عم يكبر بسرعة، ما عم نلحق له تياب. عن جد بيكبروا بسرعة. مع السلامة. باي باي. شو لهلأ ما نمتي؟ أنا منيحة، شكرا لأنك مهتم فيني. شو كتبتي بالرسالة؟ ما في شي مهم. يعني ما بدك تعترفي؟ لا أنا ما رح أقول. ماشي. بدي تفهمني ليش تركتني هيك لحالي يا فرهاد. ما رح أتركك أبدا. إياك تتركني مرة تانية. لأنه ما كان في حال تاني. عن جد؟
لكن ليش رجعت اجيت وراي مرة تانية؟ ليش لكن انقذتني؟ ليش رجعت جبتني على بيتك بإيدك؟ شو اللي بدك يا مني؟ قلت لك من قبل شو عم بتفكر؟ ولا شي. ولا شي؟ ليش لازم فكر بشي؟ عم يوجعك جرحك؟ ايه واجعني. معناها عم يتحسن. أنت منيح فرهاد؟ إيه منيح. طيب إيه نعم يا أخو مرتي. افتح لي الباب. خير يا أخو مرتي. فرهاد أصلان، أنت مقبوض عليك بتهمة اختطاف الدكتورة أصلي شينار ومحاولة قتلها. ما فهمت أخي؟ شو صار؟ وأنت كمان رح تجي معي أختي. عم أسألك جاوبني، قلي شو اللي صار بس فهمني. رح قلك شو يلي صار أصلي. فرهاد أصلان رح ألقي القبض عليه بتهمة خطفك ومحاولة قتلك، مفهوم هيك؟ شو؟
Oh.